بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2. إن شاء الله النهاردة هناخد آخر جزء في اتزان الريتينينج وول اللي هو الشير فيلير، وده جزء 14 من شابتر 7 من الكورس بتاعنا. الشير فيلير مقصود بيه إيه؟ إن التربة ممكن يحصل لها انهيار بالشكل ده. في عندي نوعين من الشير فيلير، في عندي الشال وشير فيلير، وده لما تبقى التربة بتاعتي متجانسة بالشكل دوت ويحصل لها فيلير هنا. فمفروض ان انت تبتدي تعمل ايه؟ زي ما خدت في الاستابيليتي اوف سلوبس، تعمل الدايرة بتاعتك وتبتدي تعمل تشيك على الايه؟ الشير فيلير ده ما يحصلش انهيار. ان مين؟ القوة، مين القوة اللي هتعمل الانهيار؟ ده انا عندي قوة هنا وقوة هنا، كل ده بيعمل انهيار، وابتدي احسب مين هنا؟ احسب الشير سترينث بتاعي، وزي ما خدت بالظبط في الاستابيليتي اوف سلوبس في السويل، لازم تبتدي تشيك على الشالو شير فيلير. طيب ده لما التربة تبقى متجانسة وقوية بالشكل ده. امال ايه هي الديب شير فيلير؟ الديب شير فيلير ان انا التربة هنا قوية، لكن في مشكلة ان انا عندي هنا مين؟ تربة مالها ضعيفة. فاللي بيحصل ان دي ما بيحصل لها، ما بتنزلش، ما بتكملش الدايرة بتاعتي. بيحصل لها ايه؟ يحصل لها حاجة اسمها ديب شير فيلير، وده لازم برضك تعمل اتزان لمين؟ اتزان للحائط بتاعي نتيجة الديب شير فيلير. يبقى انت لو عملت التشيك بتاع الاوفر تيرنينج والتشيك بتاع السلايدنج والتشيك بتاع البيرنج كاباسيتي والتشيك بتاع الشير فيلير، يبقى انت كده اطمنت على الاستابيليتي بتاعت مين؟ بتاعت الوول، يعني ثبات الحائط. طيب السؤال بقى، خلاص انا اطمنت على الثبات، ايه المرحله الثالثه؟ لو تفتكر انا قلت لك في اول الاجزاء ان احنا عندنا كلمه ريتينينج وول بتمر بثلاث مراحل، ان انا بفرض ابعاد، ابتدي اعمل لهم تشيك للاستابيليتي، وتالت حاجه ابتدي اعمل الديزاين للقطاعات المختلفه ليه، ان كان بقى تصميم للستيم او لتصميم الهيل او تصميم التوي. بس الكلام ده هناخده بس للكانتليفر ريتيننج وول، ده اللي احنا مقرر علينا في الكورس بتاعنا. شكرا.